وبعدين من بعد ليه شايفين سيادة الرئيس موجود بيركب عجل بيجري بيمشي بيهتم بالرياضة بيعمل منتديات الشباب موجود مع الشباب. أكيد الرؤية دي مش من فراغ، الرؤية دي إن شباب مصر هم الاهتمام الأول والثاني والثالث. طبعا شباب مصر والمرأة المصرية ليهم دور كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن البلد بتتنمى، يعني مصر عمالة تتغير وتجري. أنا بقول لك عشان أنت لسه في مقتبل حياتك، يعني لا، مصر بقت دلوقتي في الأربع سنين دول زي الدول اللي احنا كنا يعني بروح وبسافر ونشوفها بره. بتكلم ده مش عشان بيت وزير، لا خالص، حتى بعد ما بقى مش موجود وزير أو قبل، شايفين في تطور غير طبيعي. وانت ماشي كده شايف الكوبري اللي عندي بشكل قوي باذن الله. المبادره نتمنى انها تكون بشكل شهري تشجيعا للشباب للدرجات والجري بشكل عام. عجل بالبيئه، هقول لكم الفكره اللي ابتدت من 7 سنين. فكره ان الناس تاخد العجل وتبتدي ان هي تروح بيه الجامعه، أساسها وقت لما وزارة البيئة فكرت فيها وبدناها على سكيل صغير قوي في الفيوم، هي أداة من أدوات التصدي للتغيرات المناخية طول، وطبعا تلوث الهواء. طول ما احنا كلنا بنستخدم كل واحد مننا عربيته باستهلاك للطاقة، ممكن العربية تطلع عوادم، بيبقى فيه ازدحام، بيبقى فيه عدم قدرة على ان يبقى فيه احداث اجتماعيه وتربط الناس ببعضها. ففكره العجل هي فكره بدات في دول كثيره، وهي اسلوب من اساليب التصدي ومجابهه التغيرات المناخيه. فانا النهارده كل واحد منكم ركب عجله وجيبيها هو شارك في دول. الحاجه الثانيه، لما بنقول نقلل استخدامنا للعربيات ونستخدم العجل، احنا هنا بنعمل كفاءه في استخدام مواردنا الطبيعيه. مبادره النهارده اسمها الخير يجمعنا. عمر ما الخير ما يجمعنا طول ما احنا عارفين ان ربنا وهب هذه البلد الجميلة موارد طبيعية احنا مش عارفين نحافظ عليها. والحقيقة اللي هيحافظ عليها هو الشباب، عشان هم اللي هيقودوا بعد كده، وهم اللي من حقهم يستمتعوا بالموارد دي زي ما احنا ما استمتعنا بيها. وده المفهوم.